كنا ساكنين في سكن وظيفي مؤجر، ودوكا حابين يدونا السكنات وظيفية بعيدة بزاف على السبيطار، تبعد أكثر من 10 كيلو، منعزلة تماما، لا تتوفر على أدنى شروط الحياة، ني غاز ني محلات ني غيان دو تو، ولا دونا لهذيك البلاصة حنا ما نقدروش نزيدو نخدمو، ما نقدروش نمدو، نقعدو نتمرمدو باش نلحقو للسبيطار، لازم تشوفوا فينا. نهار حل سونتر هذا وبدا يخدم استفدنا بسكنات وظيفيه، بحكم ان المؤسسه ما عندهاش سكنات وظيفيه اجبت الناس سكنات وظيفيه، بدينا نخدموا، خلصت الكونترا تاع السكنات الوظيفيه هذه، حبوا يحولونا يديونا سكنات وظيفيه اجتماعيه غير لائقة، لا تتوفر الأدنى شروط الحياة مثل الغاز مثل النقل مثل المرافق الضرورية. تقول لي هنايا تعطيني تحطني في بلاصة بعيدة ب 30 كيلو وتعطيني تقول لي نوفر لك هنايا النقل باه يدك ويجيبك، أنا حياتي ماهيش منحصرة في أنني نجي صباح نخدم ونروح العشية للدار، عندي عائلة عندي أولاد. للعلم فإنه تم منح 22 مسكن عن طريق وزارة السكن لفائدة مركز مكافحة السرطان بالواد. هذه السكنات متواجدة بالقطب الجامعي ببلدية الواد، تم تجهيز هذه السكنات بكل التجهيزات الضرورية. للعلم فإن هذه السكنات جاءت بعد معاناة المؤسسة في قضية الكراء السكنات واللي أثر على ميزانية المؤسسة تأثير كبير، وبالتالي جاءتنا هذه الفرصة باش نتكفلوا بهم أحسن تكفل، وحنا رانا في اتصال معهم يومي ان شاء الله، وكل ما يخصهم باذن الله يتم التكفل.